رباني على يدي فهمتيني يعني شي غير زوج. كنت كان نشوفه صديق أب تياني. سلام سلام. شكون هي سارة؟ أنا سارة، سارة السورية كي حيطوا لي. يلا جينا من أمريكا المغرب. أنا أم الجوج بنيتات، صنعت محتوى، كندير فيديوهات اللي كتفرح هيك، تعطي طاقة إيجابية ليكم. أمنيتي نتزوج واحد مغربي. وفعلا تزوجت. فعلا تزوجت مغربي وجاوني جوج بنيتات وأنا هنا في المغرب معكم. مرحبا بك سارة. أنت واخا سورية كتهضري بالمغربي بزاف. إيه لأنه راجلي ما كيهضرش معايا سورية، كيقول لي هضري مغربي يا اما ما تهضريش. فكتير تعذبت الصراحه لحتى تعلمت المغربيه. كانت شويه عندي صعوبات وكنت كنتقلق وكنت انعزل لما يكون هيك جمعه عائليه في المغرب، ولكن قلت صافي خصني نتعلم وتعلمت. كاين واحد الفئه ديال الناس السوريين على ما اعتقد كيقولوا لك علاش ما كتهضريش بالسوريه. كثير بيجيني انتقادات والله العظيم، راه بدون شعور كنهضر مغربيه صافي. ولفت راه 8 سنين تبارك الله. شنو الجميل بخصوص الارتباط برجل مغربي؟ كاين هالنشاط. هالنشاط الحاجه الزوينه الصراحه، هكا النشاط والصراحه اب حنين على بناته، حنين عليا تاع انا. الفيديوهات ديالك كدير ملايين المشاهدات على تيك توك والانستغرام، في نظرك شنو السبب؟ واش حيت انت كتكوني عفويه مع الناس ولا كنصوروا الصراحه لقطه عفويه، ماشي زعما كنحاول انه اتصنع او شيء، وكنصوروا الواقع بين جوج كوبونز فهمتيني، والاختلاف بين سورية ومغربية يعني بالعقلية يعني ديالهم. وسبحان الله يعني محبة الناس رزق من عند الله. شنو الحوايج اللي كيعجبوك في المغرب؟ الماكلة ديالكم. الماكلة المغربية، الكرم ديالكم. إن شاء الله راح نقضيو رمضان، العيد في المغرب، قدروا الله أعلم قدروا نستقروا فيه. مليون مرة ما نملش منه، كيعجبني بزاف. شنو هي الأكلة المغربية اللي كتعرفي الطيبة؟ سؤال صعب. الصراحة كنعرف كسكسو، كنصيب لحم برقوق، يعني كنصيب أكلات للمسمن ما كيستقلش. ماتمالو. متحمسه للعيش في المغرب؟ متحمسه. انتي سوريه بدم مغربي؟ سوريه بدم مغربي. بما انه عندي جوج بنيتات باباهم مغربي، ويعني العشره كتخليك تولي كتحولي فهمتيني. مثلا لا قالوا لك تعيشي في، ترجعي تعيشي في سوريا انتي والعائله ديالك، تبغي ولا تبغي تعيشي في المغرب؟ اي واحد كلشي كيبغي بلاده فهمتيني، ولكن كي عاوتاني في ممشى الراجل خصنا نلحقو فهمتيني. هادشي اللي درنا حنا. شنو تبغي تقولي للحاكم؟ هاي تصر. سمح لينا بزاف، برزطتك، محنتك شويه معايا مع التصطيه ديالي، صبرتي معنا بزاف، شكرا بزاف، عطيتيني جوج بنيتات. وكانت الصراحه ماشي غير زوج، كنت كنشوفه صديق اب تياني، رباني على يدي فهمتيني يعني. صافي هادشي اللي كاين، ما تصرش انا هاكا نعاود لهم.